يجطر من شفاته وشلال الملك باين عليه عزيزي المشاهد مرحبا بكم في برنامجكم كلمة الله برنامج كلمة الله معد لخلاص وشفاء وفرح الكثيرين اه المقصود في كلمه الله ان احنا نشرح كلمه الكتاب المقدس بالروح القدس ونصلي من الله ان الكلمه تخلص النفوس وتشفي الاجساد وتفرح القلوب وقبل ما نبدا معا نصلي لله انه يتلامس مع قلبك من خلال كلمته نصلي معا يا الهنا المبارك نطلب يا رب انك انت تستخدم هذه الكلمه لتشفي وتخلص وتفرح نفوس كل من يشاهدنا الان في اسم ابنك يسوع نطلب يا رب انك تتلامس مع الجميع من خلال كلمتك المقدسه في اسم الرب يسوع نطلب وسكين انك استمعت واستجبت امين في برنامج كلمة الله نمسك إصحاحات بطريقة متتالية ونبدأ شرح كلمة الله من إنجيل يوحنا والإصحاح الأول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان في كانت الحياه والحياه كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمه والظلمه لم تدركه هنا روح الله بيعلن لنا حقيقه مهمه جدا عن شخص الرب يسوع المسيح لأن هذا الكتاب مكتوب بالروح القدس من خلال الرسل والأنبياء فروح الله في هذه الأعداد بيعلن لنا حقيقة حقيقة يسوع مين هو الكلمة في البدء كان الكلمة الكلمة هو شخص الرب يسوع وليه روح الله أعلن عن شخص الرب يسوع بإنه الكلمة نتأمل معا الكلمة بتعمل ايه؟ الكلمة بتظهر فكر المتكلم فيسوع هو أظهر لنا فكر الله يسوع المسيح أظهر لنا فكر الله الكلمة بتعمل ايه تاني؟ الكلمة هو الجانب اللي ملموس للإله الغير منظور لأن الله روح فعلشان نقدر نتلامس معه عشان كده نقدر نتلامس معه من خلال كلمته من خلال يسوع المسيح فهو الجانب الملموس للإله الغير منزور الشيء الثالث أن الكلمة بتعمله الكلمة بتوصل بين طرفين وفي الحالة دي يسوع المسيح هو اللي وصل البشر بالله فالله اه تواصل معنا من خلال كلمته فعشان كده دعي يسوع المسيح بالكلمه في البدء كان الكلمه اي منذ الازل والكلمه كان عند الله الله روح واحد مثلث الاقانيم زي الانسان الانسان الواحد مكون من نفس وجسد وروح والله لما خلق الانسان قال نخلق الانسان على صورتنا كشبهنا فالكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله اي ان يسوع هو نفسه الله لانه روح من عند الله حلت في بطن العذراء مريم وولد شخص الرب يسوع المسيح فيسوع هو الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان يعني يسوع هو اللي خالق الكون فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس يعني يسوع مصدر الحياة اللي يقبل يسوع في حياته يحيا والحياة كانت نور الناس لما تقبل المسيح في حياتك عينيك تتفتح عينيك الروحية تتفتح وتقدر تدرك الأمور الروحية تقدر تدرك أمور الله الروحية كل شيء بيكان وبيغير وبغيري لم يكن شيء مما كان يعني هو الخالق. والنور يضيء في الظلمه والظلمه لم تدركه لما المسيح جه لارضنا هو النور اللي بينور للبشريه كلها الطريق لله. والظلمه لم تدركه اي انه بلا خطيه. نكمل معا في إنجيل يوحنا والعدد وإصحاح الأول وعدد ستة، نتكلم كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته، لم يكن هو النور بل ليشهد للنور كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان، سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد، ولا من مشيئة رجل بل من الله. معنى هذه الكلمات إنه الله أعد. انسان نبي يوحنا المعمدان علشان يجي يمهد الطريق للبشر لمجيء يسوع المسيح لكي يؤمن الكل بواسطته علشان كل الناس وكل البشر تقدر تؤمن بالله عن طريق يسوع المسيح لم يكن هو النور بل ليشهد للنور يوحنا المعمدان ما كانش النور لكن جاي بس يشهد ويمهد الطريق ليسوع كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان اتيا للعالم بيقصد به بي يسوع المسيح هو النور الحقيقي اللي ينور الاذهان والعيون الروحيه لكل انسان عن طبيعه الله وعن محبه الله وعن خلاص الله للبشر كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم يسوع كان موجود في العالم منذ الأزل وكون العالم به هو اللي خالق ولم يعرفه العالم لما جه للأرض معظم الناس ما عرفوهوش ما إن هو ده الله اللي ظهر في الجسد إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله يسوع جه لخاصته مين خاصته يقصد بيهم شعب اليهود وليه سماهم خاصته؟ لان هم دول اول جماعه عرفهم بذاته، اول جماعه في الارض، اول جنس، اول مجموعه من البشر ابتدى الله يعرفهم بذاته وخاصته لم يتقبلوا اي ان اليهود مملكوهوش عليهم يسوع جه علشان يفديهم ولكن هم رفضوه رفضوه يملك عليهم ويسوع بيملك على القلوب واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه لما تؤمن بيسوع يسوع ياتي ويملك على قلبك ويملاك من روحه وتصبح انسان جديد مولود ولاده روحيه من عند الله وبكده يبقى لك حياه ابديه واما كل الذين قبلوه كل كل اللي عليك انك انت تقبل يسوع يملك على حياتك تملكه عليك يكون اله ورب ومخلص فيعطيك سلطان ان تصير ابنه تصبح ابن لله الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله يعني ايه ولدوا من الله لما تفتح بقك وتقول ليسوع قبلتك تكون إلهي ومخلصي يحصل انه الله يأتي ويسكن في قلبك بروحي وبكده تبقى خليقة جديدة مولود ولادة روحية ولما تولد ولاده روحيه يبقى لك حياه ابديه. نكمل معا في عدد 14 من انجيل يوحنا والاصحاح الاول "والكلمه صار جسدا وحل بيننا وراينا مجده مجدا كما الوحيد من الاب مملوء النعمه وحقا" يوحنا شاهد له ونادى قائلا هذا هو الذي قلت عنه ان الذي ياتي بعدي سار قدامي لانه كان قبلي ومن ملئي نحن جميعا اخذنا ونعمه فوق نعمه لان الناموس بموسى اعطي اما النعمه والحق فبيسوع المسيح ساره الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر عايز يقول ايه الروح القدس لكل انسان فينا؟ عايز يقول لنا انه يسوع تجسد خد صوره انسان لانه الكلمه زي ما قلنا في البدايه انه بتشير الى شخص الرب يسوع المسيح. فيسوع اخد صوره انسان وحل بين البشر. ليه يسوع كان عليه يعمل هذا الامر؟ لانه الله حب الانسان جدا وحب يخلصه من خطاياهم فعلشان الله يخلص البشر يخلصك ويخلصني من خطية بتاعت ادم الاول كان على الله انه يجد انسان بلا خطية يسبح ويفدي البشرية ويكون هو الفدية فكل ذبائح العهد القديم كانت بتشير على شخص الرب يسوع المسيح. فعشان الله يفديك ويفديني كان لابد ان يجد انسان بلا خطيه يفدي البشر يموت بدال كل البشر. فما فيش انسان في الارض بلا خطيه. الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مد الله. لانه الجميع جايين من نسل ادم وحواء محملين بالخطيه والعقاب سرى على كل البشر وكل البشر اصبحوا مدانين والنهايه بتاعتهم تبقى الهلاك الابدي فالله مش عايز البشريه تهلك وتذهب للهلاك الابدي فحب الله انه يخلص البشر وعشان يخلص البشر لابد ان يجد انسان بلا خطيه يموت بدلا عن البشر فما فيش انسان وعشان كده الله جاء في صوره انسان يموت بدل عن البشر يموت بدل عن كل من يؤمن به وعشان كده الكلمه صار جسدا وكيف ازاي يسوع او جي الله تجسد عن طريق الولاده العزراوية من خلال العذراء مريم العذراء مريم بشرت بالملاك الذي قال لا ستحبلين وتلدين ابنا وتدعين اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم فهذه العذراء مريم استغربت كيف يكون هذا وهي لم تعرف رجل ما كانتش اتجوزت بعد ولكن روح الله حل في بطنها وحبل بها من الروح القدس وولد يسوع فيسوع هذا ابن الله و ويسوع هذا دمه طاهر وهو بيموتوا على الصلب على الصليب وقيامته يعطي خلاص لكل من يؤمن به والكلمه صار جسدا وبالطريقه دي يسوع ولد من العذراء مريم ليصبح هو الانسان الوحيد اللي بلا خطيه الذي من خلال الايمان به يحدث تبرير ويحدث خلاص من الدينونه والهلاك الأبدي. وحل بيننا يسوع عاش على الأرض ورأينا مجده مجدا شفنا معجزاته محدش عمل معجزات يسوع قبل كده وهي أعمال الله فقط يقيم الموتى ويفتح الأعين ويقيم المشلولين ويشفي المنكسر القلوب. هذه هي اعمال الله فقط وراينا مجده مجدا كما الوحيد من الاب مملوءا نعمه وحقا يوحنا شهد له ونادى قائلا هذا هو الذي قلت عنه ان الذي ياتي بعدي صار قدامي لانه كان قبلي يوحنا جه يمهد القلوب لمجيء يسوع على الارض قال ان اللي انا كنت بقول لكم عنه اهو جه قدامي لأنه كان قبلي يعني يوحنا فاهم بالروح روح الله اللي ساكن فيه فاهم إن يسوع أزلي أبدي كان قبلي ومن ملئي نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة من ملئ يسوع من روح يسوع المؤمنين امتلوا إحنا وأنت وكل من يؤمن بيسوع ينال من روحي روح المسيح تحل جواك ومن ملئي نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة خلاص مجاني فوق خلاص مجاني لأن الناموس بموسى أعطي أما النعمة والحق فبيسوع المسيح سارة الله لم يره أحد قد الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر عايز يوضح لنا روح الله في هذه الأعداد الفرق ما بين الناموس عمل ايه الناموس للبشريه؟ الناموس اظهر للبشر عجز الانسان عن ارضاء الله باعماله محدش يقدر يرضى الله باعماله الناموس يقول لك لا تقتل لا تزني لا تشتهي لا تسرق كل هذه الامور كل وصايا الله جيده ولكن هدف الناموس انه يقول للانسان ده المستوى الروحي اللي الرب عايزك عليه ولكن مفيش انسان بيقدر يطبق كل الوصايا البشر هيسكت انت وانا هنسكت في واحده فلو سقطت في احدى وصايا الله فانت سقطت امام الله في الكل فالناموس لا يبرر الانسان باتباع الطقوس وباتباع اعمال جيده لا تقدر ان ترضي الله باعمالك لانه ستسكت في احدى هذه الوصايا فان اما على النقيض وعلى العكس اما النعمه والحق فبيسوع المسيح ساره يسوع هو اللي بيدي العطيه المجانيه الخلاص التبرير لما تتغطى بدم يسوع تبقى بار في نظر الله لأنه يسوع هو اللي بيشيل خطاياك ويسوع هو اللي دفع الدين على الصليب فلو أنت هتحاول ترضي الله بأعمالك مش هتقدر لأنه هتسقط في إحدى الوصايا ولكن لما تغطي نفسك بدم يسوع الله يراك بار أما النعمة والحق فبيسوع المسيح سارة الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر زي ما قلنا أن الله روح لا يحد زمان ولا مكان ولكن قدرنا نعرف عن الله ونشوف أعمال الله عن طريق ابنه عن طريق ابنه يسوع المسيح نكمل معا في عدد 19 وانجيل يوحنا الاصحاح الاول بيتكلم عن شهادة يوحنا عن شهادة يوحنا عن نفسه وهذه هي شهادة يوحنا الذي حين ارسل اليهود من اورشليم كهنه ولويين ليسالوه من انت؟ رجال الدين في ذلك الوقت راحوا ليوحنا المعمدان عايزين يعرفوا شخصيته فاعترف ولم ينكر واقر اني انا اني لست انا المسيح يوحنا اعترف وقال انا مش المسيح فسالوه إذن ماذا الي انت فقال لست انا النبي انت فاجاب لا يعني ايه الي ليه رجال الدين بيسالوه بيسالوا يوحنا المعمدان بيقولوا له هل انت الي لانه في ملاخي في عدد في اصحاح الرابع وعدد خمسه في نبوه انه الله قال ايليا سياتي قبل اليوم العظيم فهنا قالوا له هل انت ايليا ده اللي قال عليه ملاخي فقال لهم لا النبي انت مين النبي اللي بيقصدوا به بي رجال الدين في ذلك الوقت يقصدوا به النبي اللي قال عليه موسى موسى قال في تسنية 18 وعدد 15 قال انه في نبي سيأتي بعد لا تسمعون يقصد به يسوع المسيح انا موسى كان بيقصد النبي ده عن يسوع فقالوا له هل انت النبي اللي قال عليه موسى فقال لهم لا فاجاب لا فقالوا له من انت لنعطي جوابا للذين ارسلونا ماذا تقول عن نفسك قال انا صوت صارخ في البريه قوموا طريق الرب كما قال أشعياء النبي يبقى في نبوة عن يوحنا المعمدان كان في نبوة عن ظهور يوحنا المعمدان قبل مجيء يسوع فيسوع يوحنا المعمدان قال أنا هو ده الصوت اللي قال علي أشعياء وكان المرسلون من الفرسيين فسألوه وقالوا لو فما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إلي ولا النبي ما كنتش واحد من الأنبياء دولا ليه بتعمد فأجابهم يوحنا قائلا أنا أعمد بماء ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه بيتكلم عن مين؟ أه بيتكلم عن يسوع المسيح يقول لهم أنا بعمدكم ماء طب ليه يوحنا المعمدان بيعمد بماء ده مجرد رمز اللي يتعمد على ايدين يوحنا المعمدان بيعترف بشهاده او برساله يوحنا المعمدان عن مجيء المسيح مجيء المسيح فهو ده هدف تعميد يوحنا المعمدان انه كل من يتعمد على ايديه بيعترف بمجيء المسيح هو الذي ياتي بعدي الذي سار قدامي الذي لست مستحقا احل سيور حذائه ده اشاره على يسوع هنا يوحنا المعمدان بيشهد ليهم بيقول لهم اللي اللي انا بندلكوا بيه عن يسوع المسيح وبقول لكم انه هيجي صار قدامي يعني هو موجود حاليا كان في زمن في ذلك الوقت يسوع كان موجود في نفس الوقت اللي ظهر فيه يوحنا المعمدان الذي لست مستحقا احل سيور حذائه يعلم من هو يسوع يوحنا المعمدان يعلم ان يسوع هو الله هذا كان في بيت عبره في عبر الاردن حيث كان يوحنا يعمد في نفس المنطقه اللي كان يوحنا بمهد الطريق للنفوس بمهد الطريق للقلوب ان الناس تعرف عن المسيح وان الناس تنتظر المسيح مخلص البشر كان يوحنا كان المسيح موجود في نفس المنطقة بتاعة يوحنا وفي الحلقات القادمة نكمل معا دراستنا في انجيل يوحنا ولإلهنا كل المجد إلى الابد امين